أحاطت قافلة طبية بقرية المقيبرة ببلدية الحمراية التي تبعد 150 كيلومتر عن مقر ولاية الوادي. القافلة تضم مختصين في 30 اختصاصا قدموا فحوصات مجانية وأدوية لساكنة مناطق الضلة، وهي المبادرة التي كسرت عزلة المنطقة ومرضاها الذين كانوا يكابدون عناء التنقل لتلقي العلاج. عبد العالي رحومة رصد التالي. أردنا من في هذه اللفتة أن نقرب بعض الاختصاصات بل أغلبها إلى أهل المنطقة، والحمد لله اليوم رانا تقريبا نشرف على نهاية هذه العملية التي كللت بالنجاح. 400 شخص زهاء 400 أو أكثر، وما يفوق الأكثر من 550 فحص كإجراء أولي. برا منطقة معزولة معناها خاصة صحيا، بحكم معناها ما عندناش الطبيب قار هنايا، وعندنا عيادة معناها فيها فرملي واحد يخدم الصباح معناها 6 ولا 7 سوايع. حيا تعبة القرية هذه، راهو فيلاج تعب من ناحية معناها لا كاين لا أبيلونس، لا كاين لا أطباء خواص، لا كاين فرامل. تروح هنايا كنت مريض باش نروح نضرب ببرة، كنت نروح الحمراية، نروح المغير، نروح السطير. خويا نشكركم على زيارتكم لنا، و وهاكم داويتونا الصغير والكبير والعزوز والشيباني والناس الكل.